هلا انت شو الله عذبك بهيك اكله؟ لك اطفي وجهها، هو كل يوم رح يشتهي هالاكله. كنا اشترينا له بكره ضرب السخن عوامي. مو طيبه عوامه السوق، بالبيت اطيب. على القليله بتعرفي شو عم تحطي. مطولة ام محمود؟ لا يلا ها خلصت، روحي انت حطي الزيت وحمي مشان اليوم. يعني عيني. كمان هدول ما بيكفوا. هيك لك كمان حطي كمان. العوامه لازم تعوم عوامان، لكن ليش بحمص بسموها فواشات؟ لانه بتفوش على وش الزيت. حطي القنينه كلها ما بينكبوا، بيضلوا لمره ثانيه. ولي لسه في مره ثانيه؟ لك ايه مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. دول الزيتات ما بيصير لهم شيء، بينقلب يرد فيهم. انت ما دام احتجتيني بعوامه ناديلي، بتلاقي ام محمود شباكي لباكي بين ايديكي. ها 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 هيك منيح. ورجيني لشوف. تفضلي حطي كمان. هيك كمان. هيك كمان. ايه هيك ايه حاجه. بكفوا بكفوا، يعطيكي العافيه. روحي انت شوفي جوزك ولادك، روحي. بعد نص ساعه رح تاكلوا اطيب عوامه بالعالم. رحله على الدراجات في يوم من ايام العطله توجه سليمون. يه لك والله هذا انا صرت مشهور يا سليم. ورفاقه في رحله على الدراجات زيارة قلعة الأثرية. بدي نتفق بدي نتفق. إذا ثاني مرة بتطلبي طلب قدام العالم، فهمت؟ لما بدك شيء تطلبه بيني وبينك، فهمت ولا؟ وشو فيي إذا أخي سمير؟ ما عم بحكي عن أخوك. أنا عم تحكي عن بابا. ولا عن أبوك، عم بحكي عن الغرب. ما كان في حدا غريب. أم محمود. أم محمود من أهل البيت. بلشت. هي هيك بتقول. لك ولا؟ هذيك المرة لما خالك جاب العوامة ما أكلت غير واحدة أو تنتين، على أساس ما بتحب العوامة؟ مزبوط، أنا مو كثير بحب العوامة. لأنه بيحلى حلقي. لكن ليش طلبتها؟ ام محمود قالت لي نقع العوامه. اها هلا فهمت. شو فهمتي؟ فهمينا. تعالوا هون نوره، تعالوا هون، التهي بدروسك انت، يلا التهي. لك ولا سليم من يوم ورايح اذا ام محمود بتقول لك نق على شي مشوار او نق على شي اكله او نق على شي شغله، اوعى تنق الدروس. كل هالبهدله مشان شويه عوامه خلص ما بدي اكل، كلوها انتو. بحسابك بعدين اكتر. بعدين رح نطلع على الدراجات في يوم من ايام العطله توجه سليم وهذا مو انا ورفاقه في رحله على الدراجات. والله انك شاطره يا ام محمود، شو رايك تفتحي محل حلويات؟ يا ريت، بس ما معي رسمات، بتشاركيني؟ يا ريت، بس انا كمان ما معي رسمات. قولي لجوزك. مين؟ جميل؟ امنله يا حسرتي، صحيح هو مدير بس موظف مثله مثل بقيه الموظفين، ايه راتبي وراتبه ما بيكفونه لاخر الشهر. هو هيك عم يقول لي؟ من غير ما يقول لي، شايفه كل شيء بعيني. معناتها ما بتعرفي شيء. أكيد مدكله على كم ألف ونايم عليهم من غير ما يقلي. جميل ما بيعمل شي من غير ما يقلي، بعدين منلو هالكم ألف. تسأليني إلي؟ شو نسيتي جوزك شو مستلم؟ بجرة قلم بيطالع قد راتبه بعشر مرات. لا أم محمود، أنا بسمح لي تحكي لك عن جوزي جميل. جوزي ما بيدخل ولا قرش حرام على جيبته. ومين قال حرام؟ هي شطارة. إيه سكتي سكتي، بتعرفي إذا سمعت جميل بيبطل يدخلك على هالبيت؟ صدقيني هي كلها حركات مشان الواحد ما يظن في ظن عاطي، ومشان ما حدا يسأله من اين لك هذا دخلك. قديش عمره جوزك هلا؟ ليش عم تسألي؟ عندك له عروض؟ انت جاوبيني. 45. 45 سنة قليل. قليل؟ قليل على شو؟ قليل على التقاعد، لسه بده 15 سنة. وليش بدك اياه يتقاعد؟ مشان تبين الخيرات المخباية.
يا ستي ان شاء الله ان شاء الله تهل علينا الخيرات. انا مو مستعده استنى 15 سنه بس 50 سنه بس تهل علينا الخيرات. وليش لا تنتظري 15 سنه و50 سنه؟ كلمتين حلوين حرفين ثلاثه. بتعرفي منه قديش معه وين حاططه؟ شبنا هنا شبكي مطرمخه. بدك مني علمان؟ روحي شوفي مين. نوام روحي.